امتى اكتشفوا ان كل ما تطلع فوق في السماء مفيش اكسجين؟ اكتشفوها امتى؟ سنة 1960. اظن ده قريب قوي. يعني في ناس، اللي ناس العواجيز اللي زيي حضروا سنة 60 دي، مش بعيدة. اكتشفوا ان كل ما تطلع فوق الاكسجين يقل، عشان كده اللي طالعين القمر بيحطوهم في كبسولة معاهم اكسجين، لان مفيش اكسجين فوق يموت. موافقون؟ ايه علامة نقص الاكسجين؟ تحس انك صدرك ضيق قوي قوي، تمام؟ يعني مثلا لو حصلت حريقة لا قدر الله، فالاكسجين بيخلص من الجو، النار بتاكله. ايه اول حاجة الناس اللي في الحريق يحسوا بيها؟ صدره. صدره مش قادر يموت، تمام؟ اللي جالهم كورونا والعياذ بالله بنحطهم على جهاز تنفس صناعي ليه؟ ما فيش اكسجين. في حصل التهابات في الرئة منعت الرئة انها تاخد الاكسجين، فمش اكسجين. تخيل ان ربنا قال لك كده في القرآن، تخيل كده. اللي يكفر نجعل صدره ضيقا حرجا كمن مين؟ الصعب في السماء. كان الرسول يعرف الكلام ده، كان يعرف ان اللي يطلع في السماء ما فيهوش اكسجين ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. بصوا شفتوا ألذ من كده دين؟ روعة بعد كده.